هذا ليس فيديو على موقع اليوتيوب، هذا فنان من الجزائر ينحدر من ولاية عين الدفلة، رسام اختار فن الريشة لكن بشكل خاص. ماذا لو قلت لك أنه سيبهرك ليس بالريشة، إنما بهذه القارورات التي يصنع بها أجمل اللوحات؟ سأترك الكلام جانبا وسأدعه يصطحبكم إلى عالمه الخاص. هذا الفن على حسب ما أظن، نقول بلي أنا الوحيد اللي راني شايف روحي بلي نخدم هذا الفن، والله أعلم. أنا اكتشفته على طريق الانترنت، شفته عجبني، سيت المرة الأولى، المرة الثانية الحمد لله ربي وفقني. الوسائل اللي نستعملها كما راك تشوف لهنا بسيطة جدا. أنا عندي لهنا نستعمل قارورات هذو تاع الاسبري هذو، باسكو الفن هذا يسموه اون انجلي يسموه سبري بينت ارت. بأدوات بسيطة يستعملها هذا الفنان الشاب والذي يجسد بها أجمل اللوحات، مناظر لمدن العالم وأجمل المناظر الطبيعية. والغريب في الأمر أنه تعلم هذا الفن عن طريق عالم الأنترنت. الطبيعة وفي كما راكم تشوفوا لهنايا في المدن كما هذه راهي تمثل مدينة نيويورك. أنا من بكري وأنا عندي هذا الرغبة في الرسم، تعلمت نرسم، بعدك بغيت نكون أنا، شفت روحي من بين الرسامين، بعدك بغيت نكون أنا مختلف، نكون أنا وحدي في هذا الميدان، أنا الوحيد اللي راني شايف روحي بلي نخدم هذا الفن، والله أعلم. أنا اكتشفته على طريق الانترنت، شفته عجبني، سيت المرة الأولى، المرة الثانية الحمد لله ربي وفقني. ليس على الرسام أن يرسم ما يراه، بل ما سوف يراه، فهذه الإبداعات والجمال التي تسافر بك إلى عالم آخر، عالم أكثر إنسانية، موازن للعالم الحقيقي.